معنا عبر الهاتف الإعلامي الميداني مرزوق الصيادي، مرحبا بك. إذا كما سمعنا أن هناك محاولات تسلل حوثية عديدة باءت كلها بالفشل، ضعنا في صورة ما يحدث في الضالع. نعم، شهر مبارك أستاذ العزيز، إن شاء الله على الجميع، بخصوص الأحداث الميدانية وما تشهده جبهة القتال في محافظة الضالع. نؤكد ونجزم بأن القوات الحكومية قد تمكنت من جحر الميليشيات الإنقلابية من أكثر المواقع في المناطق التي كانت تسيطر على الميليشيات الإنقلابية، خصوصا في منطقتي حمر والعبارة وكذلك منطقتي شخاب. أستاذ العزيز، ميليشيات الحوثي يعني لقنت مساء أمس وصباح اليوم يعني دروس قاسية، قد ربما القتال لا زالت الآن موجودة في الشعاب في أسفل مدينة الشيم وكذلك منطقة حمر وكذلك في أطراف سايل حمر وفي باب غلد، حيث نفذت القوات المشتركة والقوات الجيش الوطني والقوات المشتركة وحدات رمزية من القوات التي القوات الحماية الرئاسية عمليات نوعية كبيرة في حق الميليشيات الإنقلابية بقيادة العميد الرتب هادي العولقي قائد الوطن نديم درع. أستاذ العزيز، المواجهات احتدمت مساء الأمس وكانت الميليشيات الإنقلابية قد ادعت أنها وصلت إلى مدينة الشيب وإلى مدينة كعطبة. بالعكس والله، ما هي أخبار كعطبة أستاذ؟ نعم، تفضل، ما هي أخبار كعطبة؟ كعطبة نعم، أقول إنه الميليشيات الإنقلابية لم يصل إليها إلا القصف العشوائي الذي طال المدنيين من قبل الميليشيات الإنقلابية. أستاذ العزيز، وعد إن ميليشيات الإنقلاب قد سوف تندحر وتتقهقر من المناطق التي توغلت إليها في مدينة كعطبة وما هو بعد من ذلك. الجيش الوطني يعني لديه خطة ورسم خطة وطنات حال سوف يساند الجيش الوطني ويهدم مخابئهم ومواضعهم وكل الأماكن التي يتخبأوا فيها في منطقة العبارة. أستاذ العزيز، نعم، تلقت الميليشيات الإنقلابية يعني دروس قاسية. ماذا أقول لك عن تلك المشاهد المروعة التي تم التقاطها بعد ستة الزميل الشهيد غالب لبحش رحمة الله وتغشاه، ولا زالت الفيديوهات موجودة في الجثث التي تم يعني جثث الميليشيات التي كانت مرمية على شعاب منطقة العبارة، نعم، التي تسللوا إليها مثل ما تسللوا إلى منطقة الشوفي بدون إطلاق نار. إذا مرزوق، نعم مرزوق، ماذا تمثل جبهات الضالع ومناطق الضالع بشكل عام للميليشيات حتى تدفع بعناصرها إلى محارق الموت بهذا الشكل؟ أنا أستاذ أقول إن الميليشيات الإنقلابية لما يعني تستوعب ماذا حصل لها في منتصف عام 2015 عندما تم جرف وكنس جثث ميليشياتهم عبر يعني على الشيء ولا. نعم. اليوم والله إن الميليشيات الإنقلابية إن عدد القتلى من الميليشيات الإنقلابية يتجاوز 300 القتيل خلال هذا الأسبوع الماضي، يعني من يوم لا مثله. هذا اللي قتلتهم في حمر، أقسم بالله العظيم إنها ميليشيات يعني ضربات موجعة وتم يعني قتل وأسر المئات منهم وجرح كذلك الجرحى. اليوم وصباح اليوم وفي هذه اللحظة هو قائد الوطن الذي اندرع العميد هادي العولقي وأنا برفقته في جبهة القتال، وإن شاء الله نحدد له بالمداخلة هاتفية لقناة اليمن اليوم ليطمئن الجميع بماذا سوف يحصل في الساعات القادمة. ونحن بالانتظار، شكرا جزيلا لك مرزوق الصيادي، كنت معي عبر الهاتف.